شكر النعمة كيف يكون؟ بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب تعترف وتقر أن كل ما بك من نعمة فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وتقدم معنا قول ابن القيم رحمه الله: وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرك المستحيل. وكل ما بها من نعمة وصلاح واستقامة وهداية فتلك مواهب الرب الجليل. تشكر بالقلب، أحيانا تحفظ أو تحل الاختبار وأنت في نفس تقول والله ما في مثلي، وأنا تعبت واجتهدت وصنعت حتى أخذت الدرجة الكاملة. باللسان شكر باللسان، يسألك إنسان ها كيف حصلت على هذا المال، على السيارة، على كذا، قال بجدي واجتهادي وأنا محقوق به، تعبت على علم من الله أني له أهل، هذا كله به شيء. ماذا يقول؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. باللسان وأما بنعمة ربك فحدث، تدل لسانك بشكر المنعم المتفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف أتيت لهذه الدورة؟ بفضل الله. ما سبب نجاح الدورة؟ نعمة الله. وما بكم من نعمة فمن الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما أشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. بالجوارح يسخر هذه الجوارح في شكر المنعم، وكل نعمة بحسبها. أنعم الله على الإنسان بنعمة المال، ينفق هذا المال في طاعة الله، وإذا أنفق هذا المال في معصية الله نعمة كفرها. أنعم الله عليه بنعمة العلم، تعلم الأصول الثلاثة، ماذا يصنع؟ يعمل ثم يدعو. جاء إليه إنسان وقال أريد أن تبين لي أنواع التوحيد الثلاثة ومعنى لا إله إلا الله وأركان الإسلام وأركان الإيمان، يتركه؟ وهو قد درس وتعلم وموقن من هذه الأمور 100%، نعمة كفرها. نعمة البصر، أنعم الله عليه بنعمة البصر، ينظر فيما حرم الله، نعمة كفرها. أنعم الله عليه بنعم كثيرة، السمع والبصر والكلام، لا يخطو خطوة إلا في مرضاة الله. كل نعمة قلنا بحسبها. من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم لا يذكرون القصص إلا نادرا، ويذكرون القصص للاستئناس لا للاحتجاج، وأهل الباطل يذكرون القصص للاحتجاج. ثم أن أهل السنة والجماعة يجعلون العمدة الأدلة من كتاب السنة، فلا مانع أحيانا من ذكر بعض القصص. ابن الجوزي عفى الله عنه وعنه يقول أن الكلب جاء إلى الأسد، الكلب جاء إلى الأسد وقال يا ملك السباع، يا ملك السباع، يعني هو الرئيس، فقال يا ملك السباع إن اسمي هذا خسيس، اسم الكلب اسم خسيس لا يصلح لي، أريد أن تغير اسمي من كلب إلى كذا وكذا. فأبى الأسد على الكلب وقال لا، إن من طبعك الخسة، والخسيس لا يصلح له إلا كلب. فأصر الكلب وقال لا، تغير لي هذا الاسم. فعندما يعني أكثر من الإلحاح قال اسمع، خذ هذه القطعة من اللحم واحفظها لي إلى الفجر. فقال الكلب والله إن هذا الاختبار اختبار سهل، فأخذ القطعة ومشى. رجع إلى المكان الذي يأوي إليه
وأخذ طيلة الليل يفكر، جوع وكلب وأسد وكذا وكذا، يفكر وبرد حتى قرب الفجر. فعندما قرب الفجر اشتد عليه الجوع، فقال: والله إن اسم الكلب اسم حسن، وأكل اللحم. الشاهد من القصة أن الذي يصبر عن المحرمات فهذا رضي بالعزة، أسد، والذي لا يصبر عن المحرمات رضي بالخسة. وأنت تحكم على نفسك إذا خرجت مرة مرأة أو كلب، تختار لنفسك كلب أو أسد، تعصي الله بنعم الله، تعصي الله بمرأة من الله، كيف؟ لكن قد يقول قائل: كيف الخلاص من هذه الأمور، من هذه الفتن؟ الأول الالتجاء إلى الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. تتعلم التوحيد وتلتجئ إلى الله. الثاني تدعو الله: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. اللهم أكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وغير هذا من الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصيام، ومعنى الصيام هنا في الحديث إن له وجاء، أي أن يقلل أيضا من الأكل والشرب. الكلام ما يتكلم في هذا الباب أبدا، في أي باب؟ في باب النساء، لا يتكلم في هذا الباب إطلاقا، يغلق هذا الباب، حتى وإن كان أحيانا من باب الوعظ على ما سيأتي معنا. كذلك الرفقة الصالحة تذكر بالله، وهناك من الرفقة من يتكلم، فهؤلاء الذين يتكلمون في شأن النساء هذا لا يتكلم معهم. زيارة القبور، لماذا؟ أي زيارة؟ الزيارة الشرعية. لماذا زيارة القبور تكون علاج؟ قال: لأن زيارة القبور تذكر الآخرة. اذهب إلى الزيارة الشرعية، وعندما تخرج من المقبرة تجد أنك ما تنظر بصحيح ولا تفكر، لأنك تتذكر الآخرة. كذلك لا تأتي الأماكن التي فيها منكرات وفيها نساء. نعم، غض البصر إن استطعت أن تتزوج فلله الحمد، وإن لم تستطع لا تفتح هذا الباب. يعني بعض الناس مثل هذا الأخ، هو يعرف الآن أنه ما يتزوج اليوم ولا بعد سنة إلا أن يشاء الله، فماذا يصنع؟ يبدأ يتكلم؟ ما يمكن، ولا يفتح هذا الباب على نفسه أصلا. أيضا من العلاج أن الإنسان لا يعني يكون في البيت منفرد، لأنه في الغالب أن بعض الناس يرتكب بعض المنكرات والمعاصي إذا كان منفردا في البيت وليس معه أحد. كذلك يعني تقتل الأوقات بماذا؟ بالعلم، لأن الفراغ إشكال والخلوة إشكال والشيطان يوسوس، فماذا تصنع
لا تدخل إلى البيت إلا وأنت منهك تريد النوم. كذلك تقطع هذه الأمور، الإنترنت والدخول على هذه القنوات إلا عند الضرورة. وعند الضرورة ماذا تصنع؟ إذا أردت أن تفتح الحاسب يعني الكمبيوتر، تفتحه في مكان في البيت يطلع عليه الكل. نعم، وغير هذا لا تقرب الحاسب أصلا. يعني بعض العلماء يقول أن طلب العلم يكون بمجالسة العلماء، وماذا في الانترنت؟ لا يوجد شيء إلا يعني ما يتعلق ببعض المعاهد وكذا ممكن، لكن تضع الكمبيوتر في مكان واضح يراك الناس. أيضا ما ذكرناه من غض البصر والكلام والسماع والمشي، يخرج إذا أراد أن يخرج إلى النزهة وكذا، يخرج في أوقات ليس فيها أحد، ولا يخرج إلى أماكن المنكرات وأماكن اللهو وأماكن كذا. ويستطيع والله أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أخواننا، هذه المسائل مهمة. تذكر أنك على طريقة السلف. كيف تكون على طريقة السلف وتريد أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك في العلم؟ والله سبحانه وتعالى قال واتقوا الله ويعلمكم الله. فتنة عظيمة، فتنة النساء. فكيف يعني أنت أيضا تعجب بكافرة؟ بل أن بعض الناس هدانا الله وإياه يجمع بين إتيان المعصية والنظر، ثم يجاهد يقول رأيت اليوم كذا وكذا، يجمع بين هذا وهذا وهو مفتون في نفسه ويريد فتنة الآخرين. يأتي لهذا قال والله ما استطعت، أنا أحضر في الدورة هنا أفتح الكتاب أراها أمامي. طيب يا أخي أنت عندك إشكال يخطرك الطلاب في طلب العلم، لماذا تفتح لنا هذا الباب؟ ثم لو يعني كانت هذه الدورة، الله أعلم أن لو كانت هذه الدورة في كتاب النكاح كان الحضور أكثر، أنا أعرف هذا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان، كلام ابن القيم رحمه الله. فلواحد للذات كن واحدا في قصدك في واحد طريق السلف أعني طريق الحق والإيمان. نحن ننظر في حال بعض الناس أنه يبحث لتحقيق هدف واحد وهو النكاح، ويسعى 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 ويتزوج بإذن الله. هدف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا ما هو؟ تحقيق العبادة، وكل شيء جاء على ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، فأنت اجعل هدفك فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان. تأتي الزوجة ويأتي الأولاد ويأتي كل شيء. وكما ذكرنا لكم أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في أول طلب للعلم وقت الصغر كان الأولاد يلعب، وكان الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يأتي إلى الدرس. يقول لي هذا كنا نلعب ونخرج إلى التجارة وكذا، وكنا نظن أن هذا هو الخير لنا التجارة وكذا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول كبر وكبرنا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى حصل جاه وزوجة وأولاد، نسأل الله سبحانه وتعالى له جنة. ونحن يقول ما حصلنا شيء، لا جاه ولا غيره، سعينا وراء الدنيا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه.
وكان أمره فرطا. تغض البصر وتتذكر أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال ابن القيم رحمه الله أن العبد إذا ترك شيئا لله وظن أن الله سبحانه وتعالى لم يعوض هذا خيرا منه فقد ظن بالله ظن السوء. ثم إخواننا لابد أن نتعاون في هذا الباب. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. وأنت تعرف أنه في هذه الأيام كل ما يعني يغلق الحريصين أبواب يفتح هؤلاء ملايين الأبواب للشر. فماذا تصنع؟ طوبى للغرباء. زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد نساء؟ يوجد. يوجد كذا وكذا وسائل لهم؟ الصحابة رضوان الله عليهم حققوا الإيمان بالله، غض البصر وحفظ الفروج وما إلى ذلك. قوم اختارهم الله لصحبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما زادت الفتن زاد الأجر. نعم. فأخواننا هذا الباب باب مهم. كيف تعصي الله بنعم الله؟ كيف تريد أن الله يفتح عليك وأنت تعصي؟ لكن إن وقع شيء من المعصية سيأتي معنا. إذا أذنب استغفر، لا يقنط من رحمة الله، لأن الشيطان قد يلبس عليك يقول سمعت الكلام وأنت تصنع كذا وكذا وكذا، اترك العلم واترك كل شيء. لا، إن الحسنات يذهبن السيئات. الإشكال في أن الإنسان يذنب ولا يستغفر، لكن إذا أذنب استغفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن النعمة ابتلاء تحتاج إلى تعلق قبل أن تأتي بالله لا بغيره، وبعد أن تأتي شكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. وتذكر قصة الكلب والأسد، وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بعد هذا قال إذا ابتلي صبر. الناس انقسموا عند المصيبة إلى أربعة أقسام: متسخط وصابر وراضي وشاكر. كم قسم؟ كم قسم؟ أوقف. انقسم الناس عند المصيبة إلى أربعة أقسام: متسخط وصابر وراضي وشاكر. التسخط كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يصل إلى أن يكون نوع من أنواع الشرك الأصغر، مما فيه اعتراض على باب القضاء والقدر. يتسخط بماذا؟ بقلبه وبلسانه وبجوارحه. يتسخط بقلبه، يقول ابن القيم أن بعض الناس يعني بقلبه يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحق، لماذا فلان يأخذ جائزة وأنا لا أخذ؟ لماذا فلان إمام وأنا أحق بالإمامة؟ لماذا فلان قبل في الجامعة الإسلامية وأنا لم أقبل؟ تسخط بالقلب، باللسان أف يلهوي يا ويلتأ، يسب يلعن، بالجوارح يضرب يشق الجيوب ينتف الشعور يلطم أو يكسر. هذا تسخط بالجوارح. حكم التسخط قلنا كبيرة، وقد يصل إلى أن يكون نوع من أنواع الشرك الأصغر، لأن في اعتراض على باب القضاء والقدر. الثاني الصبر
حكم الصبر واجب بإجماع الأمة. حكم الصبر واجب بإجماع الأمة. الصبر مثل اسمه مر مذاقته، ولكن عواقبه أحلى من العسل. إنما يوفى الصابرون أجرهم، قال بغير حساب، وبشر صابرين، وما يلقاها إلا الذين صبروا. والآيات في الصبر كثيرة. يصبر بقلبه وبلسانه وبجوارحه، مر لكن عواقب هذا الصبر أحلى من العسل. الثالث راضي، وحكم الرضا مستحب. الرابع أعلى المراتب، أحب وأحب، شاكر. وقد هذا كما يقول ابن القيم وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله جميع، يقول قد يستفيد الإنسان حال المصيبة أكثر من استفادة حال السراء. نعم، لأن حال المصيبة في الغالب تجده يلتجئ إلى الله ويدعو ويخلص وكذا، أما حال السراء وقليل من عبادي الشكور. بعد هذا قال وإذا أذنب استغفر، ذكرنا. فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. لو تبحث في أحوال الناس تجد أن الناس في الغالب لا يخرج عن هذه الأمور الثلاث: سراء شاكر، ضراء صابر، عند المعصية مستغفر. هذا السعيد. ولذلك أخواننا السعادة الحقيقية قلنا في طاعة الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إن الباطل كان زهوقا. فهذه الأمور هي عنوان السعادة. وفي الحقيقة هذه المقدمة التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هي من كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. وهذا فيه أن علماء السلف يأخذوا من المتقدمين من السلف، وعلى هذا ساروا، فيجب أن نسير على ما ساروا عليه. مفهوم؟ الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار، يعني 10 دقائق أو ربع ساعة ثم يعني نكمل إن شاء الله. ماذا أخذنا؟ أنا ما أريد هؤلاء اللي يشاركوا دائما، أريد غيرهم. ها أخواننا في الخلف. نعم نعم يا أخي، أنت يا أخي إيش؟ البركة لا تطلب إلا من الله. البركة لا تطلب إلا من الله. نعم. طيب نعم، أخذنا أن القواعد الأربعة هي ملخص لكشف، أن القواعد الأربع خلاصة لكتاب كشف الشبهات. لماذا لا ندرس كشف الشبهات أولا؟ نعم. نصيحة العلماء، أنه قد يقرأ الإنسان في كتاب كشف الشبهات وتقع في قلب شبهة، فإذا درس كتاب التوحيد يستطيع بإذن الله أن يرد على الشبه. وكذلك قلنا ما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في القراءة في الكتب التي ذكرت ما شجر بين الصحابة، يرى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى تحريم القراءة في هذه الكتب مع أنها مؤلفة من أهل السنة والجماعة، فتح الله عليه. نعم، أقسم عند المصيبة، أقسم عند المصيبة. طيب، لا، قبل هذا نريد لماذا ندرس التوحيد، لماذا ندرس القواعد الأربع؟ تعرف نصيحة العلماء، والمؤلف رحمه الله تعالى كتب لنا هذه الرسالة حتى نستطيع بهذه القواعد الأربع أن نرد على الشبه التي يأتي بها أهل الشرك في زماننا، وهي في الحقيقة خلاصة لكتاب كشف الشبهات. تفضل.
فارسة الأصول القواعد الأربع. نعم. انقسمت على ثلاثة أقسام. نعم. الأولى المقدمة. المقدمة وفيها يعني عنوان السعادة. السعادة. الثاني في ماذا ندرس التوحيد. وقلنا نركز على هذا الباب. ثالثا الثالث القواعد الأربع. فتح الله عليك. من هم أولياء الله؟ نعم. نعم. الدليل الآية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ولا بد أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فتح الله عليك. أيضا أخذنا ما يتعلق بالنعمة. هل النعمة ابتلاء مع الدليل؟ نعم. نعم ابتلاء. الدليل. الدليل قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه إن ثلاثة من بني إسرائيل فأراد الله أن يبتليهم. طب ماذا تصنع؟ عرفت أن نعمة ابتلاء، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ نصف العلم لا أدري. تفضل. فتح الله. نعم. أجلس. نعم. أصبر. نعم. أصبر يعني الصبر. أجلس. نعم. أشكر الله. أجلس. نعم. أتعلق بالله. أولا قلنا قبل أن تأتي النعمة لابد من تعلق بالله لا بغيره، لا بوزراء، أمراء، علماء، حكام، لجنة كذا أبدا. وتوكل على حل. إذن النعمة لابد لها من تعلق قبل أن تأتي، وبعد أن تأتي شكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب اعتراف وإقرار، باللسان وما بنعمة ربك فحدث، بالجوارح أن تصرف في طاعة المنعم. وكل نعمة بحسبها. تعلم الطالب قلنا الآن وعرف أمور مهمة، ماذا يصنع؟ يعلمها الناس، وإن لم يعلم نعمة كفرها. دخل رجل إلى هذا المكان وقال: يا أخي